السلام عليكم. مشهد في مسلسل اسمه عمر بن الخطاب بطولة الممثل السوري سامر اسماعيل، يمثل استشهاد حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. يمثل المشهد السيدة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب، وهي تبقر بطن سيدنا حمزة وتخرج كبده وتأكله. نشوف المشهد ونرجع تاني. المشهد يجعلك تبغض هند بنت عتبة ولا ترتاح لها، رغم أنها أسلمت وحسن إسلامها وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامها، حتى أنها خاضت الحروب مع المسلمين للزود عن هذه الأمة. وأيضا ورد في فيلم الرسالة الشهير نفس المشهد، وهذا الفيلم أجمع علماء الأمة المعاصرين أنه لا يؤخذ منه أي معلومة دينية أو تاريخية، وأنه فيلم ساقط تماما. الرواية يرددها الروافض من كتاب تاريخ الطبري في المجلد الثاني، وفي نفس الرواية ابن حميد وهو شيخ الإمام الطبري قال عنه صالح بن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كذاب، وقال في كتاب المجروحين رقم 1005 أنه كان يروي المقلوبات، وقال ابن حبان في نفس الكتاب أن أبو زرعة الرازي ومحمد بن مسلم قال صح عندنا أنه يكذب. ويقول صالح بن أحمد بن حنبل رحمه الله: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر عنده ابن حميد نفض يده. وفي الرواية أيضا سلمة بن الفضل بن الأبرش قال العلماء أن فيه مناكير وفيه نظر، وهو أيضا من شيوخ محمد بن حميد الرازي الذي قال العلماء فيه أنه يكذب كما سردنا سابقا. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستيعاب تحت رقم 923: وقد قيل أن الذي مثل بحمزة بن عبد المطلب معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص ابن أمية، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم صبر منصرفه من أحد فيما ذكر الزبير. وقال ابن الأثير في كتاب الكامل في المجلد السابع صفحة 276: وقيل أن الذي مثل بحمزة معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص ابن أمية جد عبد الله بن مروان لأمه، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم صبر منصرفه من أحد، أي بعد عودته من غزوة أحد. يعني السيدة هند لم تمثل بجثة حمزة كما يروج الروافض وبعض الصوفية مثل علي الجفري. وللجفري فيديو آخر أضع لكم رابطه أسفل الفيديو. وروى المقريزي روايتان أحدهما بدون سند والأخرى منقطعة الإسناد، ورواية أخرى للواقدي ومعلوم أنه متروك. وقال وحشي بنفسه في شرح صحيح البخاري باب قتل حمزة تحت رقم 3844 أن حمزة قتل طعيمة بن عدي ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. فثبت أن من حرض على قتل حمزة هو جبير بن مطعم ثأرا لمقتل عمه طعيمة بن عدي، وذلك قبل أن يسلم جبير ويصدق إسلامه رضي الله عنه. والمصدر أسفل الفيديو لمن يود الاستزادة. وبعد نشهد الله أننا نحب السيدة الصحابية الجليلة هند بنت عتبة، ونشهد أن لها يد وفضل ومآثر عظيمة في الإسلام، فجزاها الله عنا خير الجزاء. واحذروا الشبهات فإنها أشد وأخطر على القلب من الشهوات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.